بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور محمد مجيد عبد الواحد، أخصائي الجراحة العامة في مستشفى رزقاري في أربيل. بصراحة زرنا بغداد والتحقنا بمعهد الجراحة الناظورية، تدريب الجراحة الناظورية في حي اليرموك، والتقينا بالكادر مالهم على رأسهم دكتور حيدر ودكتور عمار ودكتور وليد والأخ حسين والأخ عمار علي والأخت حوراء. نشكر تعاونهم ويانا خلال هالفترة التدريبية اللي كانت 14 يوم أسبوعين، يعني تدربنا على كل الأجهزة وأنواع ومختلف أنواع البورتات والعمليات اللي تجرى بواسطة الجراحة الناظورية وأساسيات الجراحة الناظورية. يعني التمسنا بصراحة تعاون كل جيد من قبل الكادر، ورحنا على مستشفى الجادرية وسوينا كذا عمليات بالجراحة الناظورية مثل استئصال الرحم واستئصال الطحال وعمليات الفتق المغبني وجدار البطن، وكذلك عمليات قص المعدة وتحوير المسار. والحمد لله استفادنا خلال هالدورة التدريبية. وإحنا بصراحة أنا زرت مراكز تدريبية في مصر في الهند وفي عدة أماكن أخرى محلية، يعني بصراحة هذا المركز يعتبر من المراكز المتطورة في المنطقة. وننصح الأطباء الجدد المتخرجين الجدد للجراحة العامة أن يتواصلوا ويزوروا هذا المعهد حتى يستفادون ويقوون إيديهم على الجراحة والأجهزة المستخدمة في الجراحة الناظورية. وكذلك يعني سوينا عدة حالات ناظور المعدة وخلينا بالون حتى ننزل وزن المريض، وهي تعتبر إحدى الطرق لتنزيل الوزن، وكذلك رفع البالون من المعدة. وإن شاء الله نتواصل وياهم في المراحل القادمة، ونتمنى أنه يزورونا ويشرفونا في أربيل. وشكرا جزيلا لهم.